شوفوا الفلوس يا زلمه, شوفوا فلوس تونس وين. هاي يا فوز, هو سارة الثوره التونسيه, حجب عفاق هو سارة. انا ما عدراهم حتى ما يظهروا. اربع اشهر في الكرجاني وقت اللي حزب عفاق هم ينهبوا بالبلاد. التجمع انهب البلاد. التجمع هو علب اعداء هذه الثوره. أنت أعداء هذه الثورة. أنتم ناس الحزب الوطني, حزب الوطن أفا لنسياتين, كلهم أعداء هذا الشعب, أعداء هذا الشعب. رضيك رضيك رضيك. أسمع يا أخوي, طيب أنا والحرب سنقعدوا مع بعض. ودي والله مرحبا بيك انت بكل وقت. اما افاق يستحيل باش يقعد هنا. استنى قول لي راس خويا يقعد. انا افاق, انا على عيني وراسي. قول على عيني وراسي. اذا قول انا مؤسس افاق. واضح واضح. انا نعمل فيه. مش يقعد افاق. انا ما عندي حتى حزب راني بس. ايه انا نعمل فيه. ومجلس حمايه الثوره على عيني وراسي. مجلس حمايه الثوره نتاع الميدا نعمل فيه اللي دعمه ومؤسس الموقف. مرحبا 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 على عيني وراسي. انت في مجلس حمايه الثوره. مجلس حمايه الثوره. ايه افضل. اسال مجلس حمايه الثوره نتاع الميدا. قول لهم شكون وراس فيري عاوكم ليه؟ انا عمال فيري على عيني وراسي. هما حزب افاق الى مينين؟ مش يقول حتى هنا درس. لا لا ما هو ماشي باش يمشي بالطريق. نبداو نلموا خاطر لموا, مش خاطر هما قالوا لنا لموا, خاطر احنا السته. لا لا باش نمشي ما نكونش راجعين لهنا. اظن اظن يا خويا يا خويا احنا ماشيين على روحنا خاطر وقيد. باش خاطر وقيد حتى هما مش ترجعوا هنا مره اخرى. لا لا مش ترجعوا, مش حل البيرو. ما يصيرش مش نحل البيرو. وانا ولد افاق تونس وخلقتها افاق تونس. حل البيرو. واش نقول لك, عمرنا ما كنا في الار سي دي. ونهار 12 نهار 12 نعمل فيري حط فيديو لبن علي قال له سامحنا, قال له سامحنا نهار 12. ونهار 14 نعمل فيري كان في الحبيب بورقيبه وصوروه والتصاور موجوده. انت تحكي انا نعمل فيري مش عارف. اي انا عارف في المطبخ في اللافيري. اي قتلوا انت تحكي. انت يا زلمه شو بدو الناس اللي هيك يزكوا.